السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف. اليوم جايب لكم أنمي خرافي عن جد، فأنا صراحة حبيته واندهلت بنهايته. يعني شخصيات جبارة من كل النواحي، إما من ناحية قصة ولا من ناحية الرسومات، كل شيء جميل في ذا الأنمي. أنا ما شفت أنمي مثله، يعني قصة مو مثل قصص اللي شايفها. فالدراما اللي موجودة في هذا الأنمي حبيتها، يعني ممزوجة بشوي رومانسية بتقلب لك عقلك. خلينا بنتكلم شوي عن صفات الأنمي. اسم الأنمي شارلوت، تاريخ الإنتاج 2015، حالة الأنمي منتهي، عدد الحلقات 13، التصنيف مدرسي، قوة خارقة ودراما. هذا الأنمي للأعمار 17 فما فوق، استديو الإنتاج أنيبليكس، المخرج يوشيوكي أساي. قصة الأنمي، في عالم حيث نسبة صغيرة من الأطفال يحملون قوى خارقة عند وصولهم لسن البلوغ، تدور أحداث القصة حول نوريو كوشيمونا حامل القوى وحول أعضاء مجلس طلبة هوشينو أومي، بينما هم يحاولون مساعدة الأشخاص حاملو القوى في المشاكل التي تنتج عن قواهم. كما أن الأنمي تمت دبلجته للعربية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والانضمام إلى صفحتي في الإنستغرام والفيسبوك وتويتر. أترككم على ألف خير، كان معاكم أخوكم يوسف. سلام.